السلام عليكم احبتي المشاهدين العراقيين الرياضيين اينما كنتم واهلا ومرحبا بكم وهذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي كنوز الرياضيه. احبتي المشاهدين تعالوا معي نرحب سويتين بضيفنا لهذا اليوم الحكم الدولي الكابتن علي صقبان في لعبه الجودو. اهلا وسهلا بك شلون صحه؟ الله يحفظك صادق الله يخليك. نحن سعداء بحضورك ان شاء الله. اشكرك صادق. احنا لا سعد احبتي المشاهدين نتعرف على ضيف هذا اليوم تعالوا معي نشاهد التقرير التالي. ما زال التاريخ يذكرنا بنجومنا الكبار ومن بينهم الحكم الدولي في رياضه الجودو علي صقبان جاسم والذي ولد في عام 66 و بدأت خطواته الاولى لرياضه الجودو عام 79 في مركز شباب الحريه. ثم انتقل لصفوف نادي الأعظمية عام 82 واستطاع أن يحرز المركز الثاني للناشئين في ذات العام والمركز الثاني لبطولة الجمهورية للشباب عام 84 و لوزن 50 كيلوغرام التحق بخدمة العلم حيث شارك في بطولات الجيش لحين اعتزاله عام 88، نال شهاده التحكيم للدرجه الثالثه عام 88، وشارك في تحكيم البطولات المحليه ثم تدرج وليصبح حكما دوليا عام 2015 وعن مشاركاته الدوليه فكانت اول مشاركه له في عام 94. في اللقاء الودي الذي جرى في الأردن للمنتخب النسوي هناك. أما في عام 2004 شارك في بطولة دمشق الدولية الأولى، وفي ذات العام شارك في البطولة العربية السادسة والتي جرت في الأردن، كما شارك في دورة تصنيف الحكام العرب. وفي عام 2005. عاد مرة أخرى ليشارك في بطولة دمشق الدولية الثانية. وفي عام 2006 نال درجة حكم قاري أثناء مشاركته في بطولة شرق آسيا والتي أقيمت في منغوليا. وفي عام 2007 شارك في الدورة العربية التي جرت في القاهرة. وفي 2010 في هذا العام شارك في البطولة العربية العاشرة للشباب وبطولة غرب آسيا المتداخلة معها والتي جرت في اليمن. أما في عام 2012 شارك في بطولة غرب آسيا للناشئين والأشبال التي جرت في بيروت. وفي عام 2013 فقد شارك في البطولة العربية الثامنة عشر للرجال والثانية عشر للشباب التي اقيمت في الاردن. وفي عام 2015 شارك في بطولة تونس الدولية كما نال على الشارة الدولية فيها. أما في عام 2017 عاد ليشارك في بطولة الاندية العربية في المغرب. وفي عام 2018 شارك مره اخرى ببطوله الانديه العربيه في المغرب، كما شارك ايضا في بطوله السفير الياباني الاولى في بغداد. وفي عام 2019 شارك في بطوله الانديه العربيه وبطوله غرب اسيا المتداخله معها والتي اقيمت في عمان. اما عام 2021 فكانت اخر محطه له في مشاركاته الدوليه حيث شارك في بطوله اسيا في قرغستان وعن مناصبه الاداريه حيث شغل منصب امين عام لجنه الحكام كما شغل منصب عضو لجنه الحكام في اتحاد غرب اسيا ستبقى هذه الذكريات جسرا للتواصل مع الاجيال اللاحقه فهي بحق محطات لا تنسى أحمد عودة لبرنامج كنوز رياضية شكرا للزميل احمد عود على التقرير واعود لضيفنا هذا اليوم الكابتن علي صقبان الحكم الدولي في جودو كابتن شفنا التقرير جميل عن حياتك، ما شاء الله مشاركات واسعه ومتنقله من دول اخرى. التقرير عن يذكرك اللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. في بدايه الامر احب ان اشكرك الساد واشكر كادر القناه ومشاهدي القناه. الحقيقه هذا التقرير ذكرني بعدة مراحل نعم. أول شيء من كنت لاعب أيام الشباب نعم. والحمد لله والشكر مراحل طيبة وجيدة وأنت شباب ما شاء الله إن شاء الله أشكرك أستاذ أشكرك أستاذ نعم. الرياضيين إحنا قبل تكون أي. أي. أشكرك أستاذ يعني روح روح الشباب موجودة في الرياضيين كابتن شوف إحنا يعني دائما الانتقالات تبدي متدرجة وحضرتك أنت بديت يعني تقريبا بشكل سليم نقول عليه من مركز الشباب الحرية كانت الانطلاقة الأولى نعم. اختارت الجودو ولا شنو اللي اختار لي ليش ما اخترت المصارعه منطقتك الحريه اكثر مصارعين بالضبط أه الحقيقه الساد ايام شبابنا الرباعي قبل 79 ال80 قبل هذه المرحله احنا كنا بمرحله الشباب وذاك الوقت كان الفنون القتاليه وكان ظاهر بطل اسيا او بطل عالم بروسلي بذاك الوقت نعم. فاحنا شدنا الى الروح القتاليه فاقرب مكان اليه كان بدا مركز شباب الحريه <applause> في عام 79 اللي هو بدايتي يعني نقدر نقول السينما كانت المؤثر الاول بالنسبه المؤثر لك؟ الاول السينما لان يعني في ذاك الدور ما ماكو موبايلات ووسائل التواصل الاجتماعي وانما بس السينما يعني افلام بروسلي اللي اللي هي جذبتنا حقيقه فاني عند كانوا وياي عده ابطال من الحريه بس كل من اتجه الامر انا يعني استمريت بال 79 في مركز شباب الحريه تحت اشراف المدرب طارق عارف نعم <applause> بال 79 نهاياته شنو اللي خلاك تنتقل للعظمية من الحرية العظمية؟ اللي خلاني انتقل اني دخلت الدورة دورة الجودو كاراتيه في مركز شباب الحرية في 79 نهاياته نعم. اللي خلاني انتقل للنادي العظمية اولا النادي العظمية في عدة ابطال يعني نعم. انا شفت انه اشوف مستقبلي كلاعب لازم انتقل الى مرحلة افضل فوجدت نفسي في نادي العظمية يعني نقدر نعتبر مثل مدرب طارق حسن يعني كان له طارق عارف الع... بالعظمية طارق حسن كونه ب... عنده إمكانية مثلاً أكثر ولاعبين أكثر موجودين بالعظمية حتى كان المنتخب يتمرن في مركز شباب بيت الحجاج في ذاك الوقت نعم. بيت الحجاج كان المنتخب الوطني هناك يتمرن فمن روح هناك باع منتخب وطني أنت تريد تتطور انتقلت للعظمية العظمية خلينا نشوف الآن صورة هاي للمدرب الكابتن طارق حسن موجودة على الشاشة خلينا نشوفها كابتن رائد هذا المدرب ما اللي هو طارق, كابتن حسن. طارق. اللي هذا المدرب شنو شنو يعني فضل عليك وشنو يقدم لك اياه بالنسبه لك يعني؟ الحقيقه استاذ طارق كنز من كنوز الجودو. نعم. يعني مو بس اني طورنا وانما طور الجودو كلها عمل على نادي الاعظميه لحد ما من من يعني خرج, خرج ابطال يعني نعم خرج ولهذا احنا اخذنا بال 83 بال 84 اخذنا الاول على علاقه نادي الاعظميه بقياده استاذ طارق طارق حسن يعني وه... يعني الكابتن طارق حسن نقدر نخليه خلى البصمات الاولى في مسيرتك في مسيرتي نحو الانطلاقه الانطلاقه نعم. نحو ال... البطولات المحليه نعم. تحت اشراف اني كذلك استاذ طارق في 83 اخذت الثالث نعم. مكرر تحت أنت... ايضا هاي صوره اخرى اشوفها من صورك القديمه بالضبط هذه تحت اشراف طارق حسن نعم. مدربنا اخذنا المركز الاول نادي العظميه على العراق نعم. بطوله انديه العراق عندك ايضا مشاركاتك بال 84 بطوله الجمهوريه اللي صارت بالناصريه اول سفره لك للناصريه؟ اول سفره خارج بغداد للناصريه اي يعني اي رياضية ببت... اي ب... رياضية اي يعني انت من الناصريه بعدين مع... ما شاركت و... بساطة الريح انتقلت بين كل الدول الاسيويه الحمد وال... لله اي و... كانت انطلاقتي من ذي قار فهي كانت ذي قار ساد حقيقه يعني يشهد لها الاجيال كنا يعني جيلة خلينا نقول نعم. انه اقوى بطوله كانت على مستوى العراق نعم على مستوى العراق واني اخذت بها الاتجاه الحمد لله تحت اشراف استاذ طارق, طارق طارق يعني عصد. هناك الاول بهالبطوله الجوله كان ابراهيم عبد الحسن من الزوراء وعلي صقبان حضرتك اينا. بالعظميه ايه. وايضا باسم ابراهيم من الزوراء اذا كان فرق الزوراء ايضا أيوة من الفرق المتميزه فرق لطل... الزوراء اخذ الثاني ونادي الشباب نعم. اخذ الثالث فرقيا نعم اه. بعد هاي المشاركات اللي انت حضرتك التحقت خدمة العلم نعم خدمه العلم هناك كانت بطولات الجيش تصير اي بطولات الجيش ايضا شاركت انت في بطوله الجيش ضمن الفيالق والمعروفه احنا عندنا بالجيش نظام الفرق تصير بطوله الجيش المفتوحه خلينا نقول والصور بطوله الفيالق او بطوله الفيالق انا في بيض... لعبه الفرقه 14 حصلت بطولة الجيش المركز كان كانت نشاط يعني قوي بالنسبة أيه للجيش لكن... كان كان بطولات الجيش كلش قوية بالجيش نعم تضاهي بطولات أندية العراق لأن كل الأبطال كانوا ملتحقين بخدمة العلم نعم. نعم فاحنا كنا نمثل الفرق العسكرية أنت بالفريق هنا كان مدربك نعمة فاضل نعمة ولا فاضل نعمة كان فاضل نعمة فاضل نعمة كان تحياتنا له تحياتنا له والله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه طيب بعد أنت بالجيش يعني صارت لك فرصه يسحبوك منتخب ولكن ما تقدر تمثل منتخب يعني شنو كان السبب؟ هل كان الزخم بعدد الابطال الموجودين؟ الحقيقه استاذ كان الزخم كل ابطالنا اللي هم من الجيش ومن الشرطه. نعم يعني كل الابطال كانوا من فكانوا يعني الابطال يعني كثيرين في كل وزن صعبه يعني صعبه صعبه, صعبة, صعبة, صعبة ما اتذكر من الابطال كان زياد علي خالد يعقوب سعد سعد عبد الله اللي الابطال بالضبط وعلي عبد الخالق علم من أعلام ايه ايه الجودو يعني نعم. بالنادي الجيش. من الصحة والسلامة <applause> من <الله> والرحمة <applause> والغفران لمن غادرنا يا تحية انتقلت أنت للتحكيم ايش معنى لي التحكيم؟ أنت يعني كان عندي خيارات بين التدريب والتحكيم أيهما كان أقرب لك؟ معلم أنت تدربت أعتقد سنة واحدة بنادي العدل أي نعم العدل. دربت نادي سنة واحدة في نادي الشهيد عنا خير الله اللي, اللي هو نادي العدل. نادي العدل نادي العدل فوجدت نفسي أنه في التحكيم في التدريب ما أقدر التحكيم يعني أقرب إلي التحكيم فاتجهت للتحكيم في سنة 88 88 انت 88 اتجهت للتحكيم انت بديت حكم درجه ثالثه وبديت تتطور يعني ما شاء الله عليك قدرت انت بشطارتك ما شاء الله وذكائك اشكرك استاذ الى الدولي خلينا ناخذ المرحله الاولى انت أول تحكيم لك انت درجه ثالثه كان 88 بطوله الصداقه والسلام اللي صارت في حلقات الشعب نعم اول تجربه لك كحكم استاذ اول تجربه انت كحكم محلي من تخوض نزال او بطوله او لقاء دولي هنا راح يصير فارق اول شيء راح يبين مستواك الحقيقي بال... باللقاءات المنتخبات الصديقه. على المحلي انت مستواك معروف بس هنا تبين خبرتك. من اللي قدر يتوقع انه انت تكون حكم متميز؟ آه من اللي سبقوك. آه آه تحياتنا للاخ الاستاذ فارس محسن. اللي فضل عليه في التحكيم يعني حقيقة. كان هو يعني هو اللي جذبني وهو وياي بنفس البطوله. وهو كان يشجعني انه هذه صح هذا غلط نعم. هذه الوقت استاذ فارس محسن تحياتنا له إلا. يعني الاستاذ وعد جوزيه مثلا التاثير استاذ فارس كان اكثر استاذ وعد رئيس لجنه رئيس لجنه الحكام يعني مثلا انت ملاحظات إنه انت انت حكم واعد راح تكون على المستقبل استاذ آه وعد ما, ما ننكر فضله آه والله يرحمه توفى الاسبوع الماضي استاذ وعد جوزيه بس احنا قلنا كنا كنت في كل نزال اقود النزال بعد ما اخرج من نزال عندنا سات فارس يجيني يقول لي هاي صح هاي غلط دير دي بالك على هذه كان توجيه يعني حقيقه يعني الى فضل علي بهذه هذه اختلف ده عندي يعني الرانج المستوى اختلف ده. عندي نروح لاول سفره خارج العراق اللي مع المنتخب الوطني اللي شاركته فيه في بيروت آه في كان أه هو معسكر تدريبي ولقاءات وديه ايوه هاي شو ذكرك به الان اول سفره خارج العراق استاذ يعني قلنا نصر أيه <applause> الآن بيروت <applause> عمان استاذ عمان, عمان عمان نعم استاذ احنا هنا قلنا في مرحلة تطور انا من كنت محليا أقود نزالات بعدين من خذ خل... خذت التحكيم النزالات بين نعم. العراق والأردن تطور نعم. مستواي محليا هنا جيت إلى أنا ذهبت عمان وأول سفرة لي خارجية وهاي هي حقيقة اللي حتخليني على السكة سكة نعم. التحكيم فأنا رحت في ال 94 مع منتخب البنات النسوي الفريق النسوي الفريق النسوي وما شاء الله أنا يعني خلال المعسكر أقود النزالات وقد وأشرفت وحكمت النزالات بين المنتخب النسوي الأردني والمنتخب النسوي العراقي فهنا كانت حقيقة انطلاقة علي نحو يعني الافضل مع خارجيا تقدر اكتشاف قدراتك الحقيقيه بالنسبه لهم اكيد 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 استاذ ايضا مع لاعباتنا للبطلات نحييهم اديم, نحيي أديم مضاح وضاح ودكتوره ليزا رستم بالتربيه الرياضيه هيفاء محمد جنان محمد ايضا من الابطال المميزين هناء تسجيل هناء تجيل ومنتهى جابر وهيام حمدي ايضا هاي الصوره اشوفها هنا موجوده على الشاشه كابتن اي نعم اذا نقول يعني اذا مشاركتك في المعسكر في الاردن كان يعني الوهج الاول خارجي خارجي ولا ننسى ساد المدرب سادياس مدرب المنتخب النساء نعم اللي فضل على المنتخب النسوي في ذاك الوقت يعني كان المدرب ياس يعني مدرب ياس فضل اي مدرب المنتخب النسوي نعم. في ال 94 94 اي صح أصبحت إمكانيتك واضحة بالنسبة للتحكيم وبدأت تمشي خطوات موفقة. 2004 بين 94 و2004 اكو فرق كبير بهالفترة هاي، هل كان اكو توقف بالنشاط ولا شنو كانت الحرب يعني موجودة؟ استاذ كان علينا الحصار رياضياً يعني مرحلة الكويت التسعينات أكيد هو أثر على كل الرياضيين طبعاً أثر على هذا. كل الرياضة يعني مشاركاتنا يعني. كانت معدومة بال 2002 2002 احنا أربع حكام يعني. ترشحنا الى بطوله بطوله سوريا على ضوءها يكون اختبارات حكام قاريين 2004 2000 2002،, 2002 مو 2004 هذه <الـ> هذه 2002 نعم 2002. No. 2002 فنظام الاتحاد الدولي انه اثنين حكام يشاركون بالاختبارات واثنين ما يشاركون <متنين> على ضوء احنا شاركنا بالبطوله بس انت من تشارك بالبطوله على ضوء يشوفون منه افضل اثنين فاحنا كنا يعني أربعة, ايه اربعه اثنين, من الاربعه اثنين قانون اتحاد دولي انه اثنين يشاركون وإثنين يطلعون بس كتحكيم اربعتنا شاركنا no. فشاركوا اللي اكبر عمرا او افضل من عندنا هم حسب القياس الدولي no. شارك ساد سعد عبد الرحيم وساد فارس محسن نعم. No. حكام اثنين علينا الاشاره القاريه سعد عبد الرحيم ساد عبد الرحيم الله يرحمه وساد فارس محسن نعم, نعم. اللي انتم انتم no. اثنين واثنين تغادروا اي اثنين غادروا وغادروا اذا بعد انت شاركت في دمشق الدوليه الاولى اللي صارت في 2004 تمام هنا أنا ايضا بديت 2004 هو البحث عن التنقيط حتى انت تتطور كحكم تمام نتحدث عن دمشق هاي اول اول بطوله اول بطوله عربيه شارك آه. بها يعني آه الحقيقه بطوله دمشق الدوليه ب 2004 احنا بنظام الجوده <applause> اذن, حكام اثنين انت حضرتك وحسين علي حسين عباس حسين عباس ويا راح بطولة دمشق نعم. هنا كنا اثنين نحن مرشحين لنيل الاشاره القاريه بس انت ما تترشح لنيل الاشاره القاريه مم. اذا ما عندك تنقيط مشاركات نعم. وهي مشاركتنا بطوله دمشق الدوليه والحمد لله كنا حكام متميزين انا والاستاذ حسين هاي صورة ايضا من هذا انا وذاك الاستاذ حسين موجودة كابتن حسين أي. تحياتنا إلى تحياتنا إلى السادة حسين حكمت أنت أنا أهم حكمت أنت حضرتك تقول النزال الإيراني والأردني هذا كان من أصعب التحكيم اللي بالضبط الذي اللي كان هو يرفع من شأني تنقيطا ومستوى لترشيح لترشيحه نعم. إلى التنقيط لنيل الشارع القارية يعني هذا كان من تقريبا امتحان الصعب بالنسبة لك بالضبط م. أيضا على ترشحت أنت إلى البطولة العربية السادسة اللي صارت في الشباب الأردن بالضبط أه رحنا لبطوله الانديه العربيه في الاردن بنفس السنه وعلى ضوء هاي البطولة أقام الاتحاد العربي اختبارات نعم. وترشيح لنيل إشارة الحكام عرب فإحنا كنا مترشحين عندهم معلومات أنه أنت شاركت في في بطولة دمشق أكيد في أكيد أكيد يعني السيفي مع الحكم أنت متروح تختبر بطولة لازم عندهم السيفي ويقول لك أنت وين شاركت بأي بطولة؟ أنت ترشحت أصلا من من الدورة السابقة يعني من الدورة السابقة, من الدورة السابقة, من الدورة السابقة ترشحت لنيل ل... حكم عربي حكم عربي درجة ثانية فالحمد لله بالاختبار فزنا كل الحكام العراقيين وأني أحدهم أخذت حكم عربي بي حكم عربي أنت نفس نفس الحكم وحسين عباس وياك؟ أيوه اثنين أخذنا حكم الصقر هنا أنا أيضاً أي تحكمت هنا في في الأردن كان المنتخب العراقي مشارك هنا بالنسبة نعم لك حضرتك أهم 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 نزال حكمت به والله استاذ النزالات دائما كلها جيده تحكمها بس انت من يجي النزال ويكون اللاعب بس عندك عندك نزالين صعبه انا أيه انت حكم مصر ثلاث ثلاث مشاركات أيه وشوف هنا مصر والسعوديه مصر والسعوديه هنا الفرق كان متقارب بين مصر والسعوديه يكون او مصر هي اعلى مستوى من اعلى مستوى بس اللاعبين من يصعدون النهائي يكون مستواهم عالي عالي ومتقارب <applause> طيب فكان النزال يعني جدا حساس هذا موضوع بس المو... المهم انت أيه؟ تكون نهائي الاردن والمغرب بما تحكم لفريق انه هو ب... صاحب الارض عم والجمهور عم ده انا صعوبة شوي تكون تكون صعوبه بس استاذ احنا كحكام عراقيين يعني ما نبخس الباقين بس احنا كحكام عراقيين معروفة نزاهتنا بالتحكيم اولا وثانيا الان عندي اختبار قاري نعم يعني عندي اختبار قاري لازم اكون في مستوى وما يعني القانون قانون ما به مجامله يعني بهاي الصعوبه ما بين المغرب والمغرب والاردن هاي شنو الصعوبه كانت؟ صعوبة اللاعبين مستواهم عالي مستواهم جدا عالي المغاربه عالي والاردني صاحب الارض والجمهور طبعا هذا الحكم ينطي قرار لحظي انه باللحظه باللحظه قرارك باللحظة. القرار اللحظي هنا لازم يكون اكو ذكاء سريع عند الحكم اي نعم صادفك انه موقف حرج بهاي البطوله؟ في هذه اللعبه لا انا كنت مسيطر عليها الحمد لله والدليل انه اخذت اشاره حكم عربي إيه؟ كان كنت سقط بنفس البطوله بنفس البطوله واني اخذت حكم عربي كان شارك فيه الحكام العراقيين هو قاسم جبار وعقيل عبد الزيد وعادل احمد وكاظم جبار وحضرتك وموفق هاني اتصور ويانا يعني كان المدرب هنا احمد جاسم احمد جاسم, جاسم تحياتنا على كان المنتخب العراقي قدم مستوى جيد طبعا انا إيه؟ ورا عندنا دمشق الدوليه 2004 وراء البطوله في الاردن 2004 عندنا بطوله عربيه في دمشق خلصناها عندنا بطوله ساسه في الاردن ايضا 2005 عندنا دمشق الدولي دمشق انت يعني بدو صديق ولا دمشق يعني آه يعني ما تفرج آه هوايه آه استاذ بطوله دمشق اولا كان رئيس لجنه الاختبارات وبالاتحاد الدولي استاذ ياسين الايوبي تحياتنا له آه هو عضو في الاتحاد السوري وهو كان سوريا تمتاز بالجودو يعني قبل العراق فاكثر الاحيان تصير البطولات يعني بسوريا. سوريا ولبنان وفلسطين وما يعني متميزين بهاي سابقين بهاي لعبه الجوده وفرق قتاليه. نشوف صوره لك ايضا الان آه هنا. هاي آه من الصور اللي التاريخيه اللي انت ما حضرتك يعني. بطوله دمشق طبعا هنا شاركنا اربع حكام عندنا اللي هو قاسم جبار وعادل احمد وعقيل عبد الزيد من الجيش وحضرتك. نعم سيدي. فهالبطولة البطوله طبعا الفرق كانت مشاركه فرق قويه ايضا. فرق قويه. أهم نزال في هاي البطولة كابتن وهي أنت أنت عنها. هاي ثاني, ثاني تجربة لك. أستاذ، ثاني تجربة لي كانت أفضل من الأولى، احنا قلنا كل اختبار أو كل مشاركة من تكون المشاركة لا الأولى تكون شوية بها يعني أنت ما مستقر. أكيد. بالبطولة الثانية لا، أنت تكون مرتاح مسيطر، شفت النزالات وشفت البساط وشفت مستويات اللاعبين، فما عندك في إشكال في أي نزال تقوده. واحنا ويانا يعني يمكن اربع حكام عراقيين فكلنا مستوياتنا الحمد لله والشكر. كان يعني انطباع الحكم العراقي يكون جيد بالدول العربيه؟ بين اكيد العراق اكيد 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 وكنا اللي شاركنا احنا كنا نفوز. يعني ما شاء الله اربع حكام اربع حكام واربعتنا يعني ما شاء الله اقوى نزال حضرتك يعني بالسيف مالتك هو كان بين الايراني والسوري. اي ايضا هنا انا ابن البلد موجود وايراني. استاذ هنا عادت علينا نفس التجربه مال الاردن مال الاردن مال أردن. الـ الـ الايرانيين مستواهم فول يعني عالي, عالي. يعني بالمصارعه وبالجودو والسوري صاحب البلد وانت وراك تنقيط ومستوى يعني لازم تكون حذر حذر وتكون حدي الجودو الحكم اذا ما يكون حدي يعني لا يكون يكون متردد ولهذا احنا يعني طبعا من حازمين من نقاط ضعف الحكام انه اذا متردد تردد الحكم يكون فاشل يعني فاشلي فاشل 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 الحكم اذا متردد في قراره ومرتبك على البساط لا <applause> وبين حكم الجوده يبين الكاميرات والجمهور متجه عليه فاذا كان ركيك هو وضعه أو وينزله يعني هو النزال كله يكون حساس حساس حساس, حساس النزال ايضا بنفس الوقت هذا كان عندنا بطوله غرب اسيا اللي سجلت في اليمن بنفس السنه في 2005 2005 2005 شاركت اليمن ايضا ي... كانت مشاركه من البطولات المهمه يعني غرب اسيا وبطوله عرب عندنا بطوله غرب اسيا متداخله متداخله للشباب اي رقم 18 بالنسبه للرجال والثاني عشر للشباب الحكم علي صقمان حكم على على تنقيط مره ثانيه هنا بهذه البطوله هاي اليمن بها مشاركات كانت كلش قويه والفرق كانت مشاركه كلش قويه بها شنو اللي اللي حصلت عليه بالتنقيط هنا؟ استاذ انا هنا جاهدا اقول انه عد من انا قط وراي اختبار قاري فلازم اكون في مستوى عالي نعم فالمستوى العالي شلون انت كل ما تكون مشاركاتك ونزالاتك ودقتك واتخاذ القرار صحيح هذا اللي يصعدك واحنا مستوانا لاعبين من يصعدون النهائي انت تقل مشاركاتك بالتحكيم لان يصير النهائي مثل العراقيين انت ما يكون لك فرصه يعني ما يصير تحكم نزال عراقي فيا دوب لو تلحق لك على واحد لو اثنين لان مستوى لاعبينك كلهم صعدوا خلينا نقول نهائي او الثالث والرابع فهنا نصير نزالات حساسه والحمد لله شكر نجحنا في تحكيم بطوله غرب اسيا باليمن والعراق اخذ الثاني هنا كان الحصول على الطموح الحصول على شارد القاريه طبعا القاريه طبعا اه اه هنا إذا كان مدربنا الموجود كمال الشاب اللي كمال الشاب من محافظه الدياله تحياتنا له من المدربين ممتازين كمال شاب وايضا خرج ابطال خرج ابطال اليار. والدليل انه المراكز اذا ناخذها كمستويات منتخبات يعني مدرب نعم. من ياخذ ثاني وايضا تحكمت في غرب اسيا السعوديه واليمن السعوديه نفس المشكله نفس البلد. الثالث مثل ما يقول ما, ما يعاد ثالث مره يعاد عليه من نفس, نفس البلد الاردن وسوريا والان باليمن واليمن هم نفس الشيء ايضا كان الفريق العراقي هنا حصل على المركز الثاني فرقيا بعد السعوديه وثم اليمن الشارع القريه هنا كانت بالنسبه لك بشاره خير؟ بشارة القريه؟ امم اني تنقيطي يعني يبشروني الحكام العرب نعم وحكامنا ومدربين انه مستواي الحمد لله يأهلني بس يبقى التجربه صاحبه البرهان اكيد بعدك انت متردد طبعا الاتحاد العربي يعني ايضا له تقييم الاتحاد العربي إلى تقييم الحكام اللي يقودون المباراه والبطولات يعني اي طبعا لان يعني هي البطوله عليها الاتحاد العربي واذا غرب اسيا يصرف عليها اتحاد غرب اسيا فهنا بالنسبه لك يعني كان التنقيط بالنسبه لك يعني اعتقد يبشر بخير بالنسبه للبطولتين المتداخلة بطولتين متداخله الحمد م. لله مستواها جيد كنت راضي عن نفسك انا راضي عن ناسي واللي يطمنون اكثر اشوفك متردد يعني اكو شيء الموضوع <applause> انا لا الحمد لله واكثر الفرق يعني يشيدون بي مدربيهم حكامهم الحمد لله والشكر نعم <applause> ورا ايش عندنا مشاركات بالنسبه في اليمن بال 2005 م. اني يعني بعد ال 2006 2006 عندنا عندنا 2006 رحنا الى منغوليا منغوليا أه. بطوله شرق اسيا شاركنا بها اني والحكم هاي, مص... هاي اول مره تشارك في اسيا طبعا اول مره على مستوى آسيا, مرة. اسيا بعد العاسية. بعد تجاوز البطولات غرب اسيا والعربيه أه. فصارت لنا مشاركه في منغوليا بطوله غرب اسيا دول اسيا طبعا على مستوى عالي كلش الغرب اسيا دائما أه. مستوى عالي اللي هي كوريا الكوريتين اليابان الصين نعم منغوليا نفسها يعني الفرق اللي هي بالجودو المراكز الاولى عالميا تمام زين وانا رايح انقط يعني اختبار عندي يعني اختبار وتحكيم هسه لو بس تحكيم بيها مجال نعم بس اختبار لو اخذ الاشاره القاريه لو وكان معنا استاذ جمال رئيس اتحاد السوري سوريا. ايضا شوف هاي الصوره حتى نكمل حوارنا وياك هنا عندنا كان من العراق يعني حضرتك وحسين عباس وايضا كان من العرب ايضا كان جمال ناصر بالضبط السوري أه. هاي الاختبارات اللي قارت, اللي قارت اللي القاريه كم نزاع حكمت بها؟ هنا سأ... اكيد هناك اختبارات نظري وعملي ولا بس عملي. أه النظري قبل يومين قبل البطوله طيب أه يختبروك حركات ولغه وتحكيم يعني شفوي خلينا نقول نعم. بالبطوله يصير العملي هنا عندنا اللغة بالنسبه للتحكيم اي اللغه اليابانيه هي المعتمده؟ <applause> الحركات واسماء الحركات والنزال كلها اليابانيه ياباني. بس المعتمده بين خارجيا بين الحكام اللغه الانجليزيه هنا ثلاث لغات او يعني اربع على متب... على الـ على الـ النزالات والسكورات على, على الحركات كلها اليابان كل اليابانية. اليابان اليابانية الياباني صعبه اللغه عليكم اليابانيه؟ احنا اذا كل لاعب صار <applause> 40 سنه وخلال الممارسه يعني مثل اسماء الحركات والفاولات والنقاط كلها عندنا سهله اذا نقول فاول شو نقول بالانجليزي؟ اذا نقول فاول نقول شيدو 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 اول شيدو ثاني هونسوكوماكي طرد ها طرد اي اما ال ال الهجوم الهجوم ايه؟ معروف نقول هجمه ينتهي النزال نقول ماتي اها اكو فرق بين الماتي والسوري ماتي ماتي الماتي يوقف وقتي وبعدين يرجع يلعبون بس السوري ماتي تنهي النزال نهائي ما له حق بعد اذا اللغه اليابانية اصبحت كان قانون بالنسبه لكم يعني اي مو انت اذا عندك اختبار نعم. اذا ما تتقن اللغه اليابانيه بالاختبار شلون تعرف ايش تطي النقط الحركه وتطي الفارق؟ حصولك على على الشاره القاريه انطت يعني بالنسبه لك يعني بعد التحكيم هذا كليته حصولك على الشاره القاريه الحقيقه اعطتني حكم قاري خلينا نقولها اول شيء استاذ اعطتني الهدف اللي انا كنت اسعى من وراه نعم لي شخصيا ولبلدي أنا من رحت انا رحت مثل بلد اكيد أني وأستاذ حسين نعم. فمن نجحنا يعني الأمور هو اختلفت معنويا أكيد يعني إلي ولبلدي أني من رحت بيضت وجه وسمعت الحمد لله والشكر تحكيميا نعم. ولهذا فزت فزت فما راح تعب البطولات اللي شاركت بها ونقطت بها جبت نتيجة الحمد لله والشكر يعني حكم قارئ أصبحت من تولي بالألفين وستة سي... أنا وكابتن حسين في منغوليا شرق آسيا ايضا بعد ما صار الحكم قاري عندنا المشاركه في الدوره العربيه 2007 اي نعم 2007 طبعا دورة عربية دوره تعرف مو سهله مو سهله لان بها تنقيط تنقيط اوسمه لل، للبلد يعني الوسام الثاني نعم يعني الوسام الذهبي يفرق عن 10 فضه او 20 برونز تمام فاحنا رحنا نمثل البلد فمن رحنا نمثل البلد الدوره العربيه مو هي مو بطوله عربيه دوره دوره عربيه دورة. نعم. زين فمن قد النزالات انا يعني قدت نزال بين المصري و عندك نزالين يعني انت عندك نزال بين المصري والجزائري زين هاي المره الخامسه تقريبا ابن البلد يصير وياي يعني ما. المصري وصاحب الارض والجمهور ودوره عربيه ما. بس هذا النزال كان بتعادل يعني اكو تعادل يصير بالجوده بالنسبه لكم آه التعادل يصير بالاول اربع دقائق في ذاك الوقت كان القانون يكون النزال خمس دقائق هسه صار أربعة فمن ينتهي بالتعادل النزال يصير الجولدن سكور شلون كره القدم النقطه الذهبيه النقطه الذهبيه طيب زين انتهى بالتعادل ووراها النقطه الذهبيه وبين المصري يعني وانت جاي من فايز من تنقيط فايز صار حكم قاري جمهور, مصر جمهور المصري مو المصري زين وانت تمثل العراق وتحياتنا للشعب المصري يحبون الشعب العراقي كثير نعم زين بس انت هنا حكم تنفذ القانون فاول فاول نقطه نقطه شيدة يشيدوا ضغط الجمهور بعض الاحيان ضغط الجمهور شويه ياثر ضغط الجمهور ضغط الجمهور بس الحمد لله ما يعني ما 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 عندنا اسمه <applause> ايضا كان عنده تحكيم على ثلاث بين تونس والاردن <applause> تونس والاردن <applause> اسهل من اسهل من اسهل من أسهل. ابن البلد مثل ما <applause> يقول <applause> <applause> كتبوا عنكم الصحافه المصريه عن الحكام العراقيين انه والله هو شويش. هذا النزال كان خاص يعني لين صار بي تعادل وبي جولدن سكور، الجولدن سكور كله صعب يعني حصل نقطة يروح نعم. هو أصعب ف... النزالات اللي صار بالبطولة أصعب النزالات نعم. بعدها ننتقل إلى بطولة الأندية في في دمشق عندنا في, في سوريا 2008 هنا كان هذا الشرطة موجود هذا الشرطة موجود دمشق أنت هو يعني سوريا دمشق الموضوع؟ والله أستاذ ما أدري هذا السبب اللي صار له فترة <applause> <applause> اخر زياره لك مصر شو سوريا ايه قبل الحرب بعد ما يعني قبل الحرب السوريه خلي يعني عليه في ثمانيه بطلة عندي العربيه هنا اول مره شايف بطلة عندي العربيه اللي جرت في سوريا اه دمشق او في حمص بالذات في حمص كان نادي الشرطه موجود هنا اي نادي الشرطه تحياتنا للاستاذ احمد جاسم احمد جاسم نادي الشرطه هنا أنا اقدم مستوى جيد طبعًا مستوى جيد واخذوا الفريق الاول 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 العربية طبعا نادي الشرطه يعتبر من الفرق الم... آه نادي الشرطه العربيه المميزه الى بصمه الى بصمه وهو مم. نقدر نقول هو المنتخب الوطني ونبارك ف... الان 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 اخذوا المركز الاول اي الان اخذوا المركز الاول مبارك قبل خمس ايام سته نبارك لهم يعني نبارك الاستاذ احمد جاسم نعم يعني المركز الاول نادي الشرطه نافع جاسم من نادي الشرطه ايضا تحياتنا و... كلهم الهيئه دار نادي الشرطه يعني نا. وبكافه العابهم يعني هم اولمبيه مصغره تقريبا هنا ما صارت فرصه الحكم هواي يعني لانه كان نادي الشرطه متطور نادي الشرطه متميز ماخذ فكلهم تقريبا صاد النهائي فاحنا مم. قعدونا على صاد ما صارت <applause> <منصيقهم. تصفيق> نروح البطوله العربيه العشره اللي جرت في اليمن مره ثانيه اللي للشباب ايضا بنات وبنين هاي ايضا بطوله متداخله غرب اسيا 2010 2010 تحدث عن اليمن هاي ثاني زياره لك اليمن أنا ثاني زيارة لي وغرب آسيا والبطولة العربية متداخلات. نعم. فأني هنا من جيت أنا بعد ما أخذ حكم قاري وجاي من دورة عربية وجاي من سوريا. لا ف... مسيطر تماما. مسيطر تماما يعني وتقريبا حكامنا العرب عرفوا مستوياتنا إحنا. الاتحاد العربي تحياتنا للأستاذ أبو بكر رئيس لجنة الحكام العرب. لا. عرف مستوياتنا فقال أي نزال حساس قام يخلون الحكم اللي مستوى راقي مستوى مو متذبذب مسيطر على البساط على النزال فيدخلوه بالنزال والحمد لله بيض موجه ما يقول كمنتخب يعني نعم. وكتحكيم ايضا من النزالات من النزالات الصعبه عندك بالبطوله العربيه انه كان السعوديه والاردن السعوديه والاردن 89 نعم. وايضا عندك في غرب اسيا كانت الاردن وسوريا الاردن وسوريا يعني هذا اصبح الحكم العراقي له بصمه وله حضور مميز له بصمه وله حضور متميز المنتخب العراقي هنا كان ايضا براس الوفد ربيع لا, لا ربيع الاسد والمدرب كمال الشاب ابو دياله ابو دياله و... واللاعبين علي طارق الله يرحمه الاستاذ علي طارق اخوه دكتور عدي تحياتنا نعم. له الشهيد شهيد نعم, نعم. ايضا كان الاتحاد اليمني الاستاذ نعمان شايع نعمان شاهر نفس الوقت هو رئيس الاتحاد العربي العربي كان نعم. دائما يعتمد على الحكام العراقيين وخاصة بالنزاهة النهائية يعني <سؤال> <اللي> <سؤال> الرئيس الاتحاد العربي هو يعني لتصريح تصريح قاري انه يقول اعتمد على الحكام العراقيين بالضبط 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 واحنا خاصة قلت لك استاذ جايين يمكن متميزين عن كم حكم لان احنا اخذنا الاشارة القارية بعض الحكام الشاركة ويانا عنده اشارة حكم عربي فاحنا افضليا بشهايدنا كمستوى وكنزاهة وقيادتنا للمباراة خاصة والحمد خاص لله خاصة مباراة النهائي إذا محاكم متمكن صعبة أي صعبة صعبة والجودو صعبة يعني الجودو بس احنا صارت عندنا مثل ما يقول من قد مشاركاتنا وتنقيطنا والحمد لله والشكر مستوياتنا فيصعدون على النهائي مسيطرين مرتاحين مثل ما يقول لا ما شاء الله عليك الله يخليك سعد 2012 عندنا بطولة غرب آسيا للناشئين اللي صارت أيضا أي. هاي من البطولات المهمة أيضا شاركنا بها حقق بها نتائج مميزة هاي صارت في بيروت طبعا أي في بيروت 2012 <applause> 2012 هنا يعني العراق حقق نتائج باهره صراحه سواء للشباب والاشبال والاناث والاناث عندنا طبعا هنا كان بحضور السيد الاستاذ سمير الموسوي رئيس تحياتنا للسيد سمير ورئيس الوفد كان دكتور عدي والحكام علي صقبان وعبد الرضا داوود هنا ايضا الاستاذ نعمان اشاد بقدراتكم باقاله البطوله بالضبط نتحدث عن هاي البطوله كابتن الساده بطوله في 2012 بطوله غرب اسيا وخاصه مستوى الفريق النسوي م. العراقي اللي بقياده المدرب الساده ربيع ابراهيم تحياتنا له نعم فالعراق اخذ مركز ثاني نعم واشاد بنا رئيس اتحاد غرب اسيا السيد سمير المسوي تحياتنا له هذا آه عنده تصريح هنا بالمجله يقول المنتخب العراقي يرفع سعر الذهب آه نرفع سعر الذهب لان في كل الفئات احنا صعدنا نهائي البنات اخذن ثاني والناشئين اخذوا اول. هنا عندنا بالنسبه للناشئين عندنا احمد داوود، سجاد غانم، محسن فارس، هذول كلهم ذهب. كلهم محمود رضا، اه سجاد عبد الكريم، عباس فاضل، ياسر عدي، هذول كلهم ذهب. بالضبط. فضل عفوا نحاس ذولا. الفضه عندنا محمود و وايضا عندنا بالنسبه للنساء عندنا البنات طيف طيف حاتم عندها ذهب واطياف علي عندها ذهب وتبارك عباس عندها فضه ايمان فاضل شاكر عده فضه ايمان صفاء عده فضه يعني نتائج حلوه اي ولهذا سات الصحفي يقول صعد سعر الذهب فيهم <applause> <applause> على هالنتائج الحمد لله ايضا يعني انت ايش حكمتوا بالنسبه لكم؟ هم احنا كل الفرق العراق اه اه يعني في في ثلاث فئات العراق صعد كل نهائي نعم فاحنا تقريبا شو بقولنا على الصفحه لان ما يصير نقود النزال يعني نصيب <applause> آه الحمد لله مبروك المهم العراق يعني ايضا كان له دور كبير الاستاذ سمير سمير الموسوي غرب اسيا نعم ايه في حضرته وايضا رئيس الوفد كان الدكتور عدي ايه وهنا ايضا الاتحاد العربي اشاد بقدرات الحكام العراقيين صراحه وهذا يعني مشهود لكم اشكرك استاذ الله يعني أنا يقول شوف شهاده رئيس الاتحاد العربي الاستاذ نعمان شهر يقول اعتمادنا على الحكمين عبد الرضا الحكام العراقيين عبد الرضا داوود وعلي صقبان في حسم المباراه النهائيه عندنا 2013 البطوله العربيه كابتن اي 2013 في عمان في عمان اي تحدث عن البطوله يا كابتن الساده 2013 شاركنا نادي الشرطه حقيقه ده نادي الشرطه شارك ده واخذ اول كفرقي احنا شاركنا على ضوء البطوله احنا يعني كانوا كانوا زمن يكرر إيه نفسه مثل ما نادي الشرطه مشهود لهم يعني مم. ومثل ما قلنا هم اول بارحه او قبل يومين ثلاثه يعني اخذوا الاول عربيا فهم اصحاب اوسمه ما شاء الله قياده المدرب احمد جاز فبال 2013 على ضوء هاي البطوله رحنا دوره إعادة قانون أو دورة تحكيمية دورة سقل الحكام دورة سقل الحكام شاركنا فيها وتعديل القانون وتعديل القانون على ضوء البطولة نعم شاركنا تقريبا ست حكام اللي آني وأستاذ كاظم جبار وأستاذ موفق هاني وأستاذ حسين عباس وأستاذ عقيل عبد الزيد موفق هاني كان وياكم موجود؟ موفق كان ويانا موجود نعم أه لان يعني عندي فلاح حسن من كربلاء تحيتنا عندك فلاح حسن ابو كربلاء محمد أي. عبد الرضا اي تعامل. عقيل عبد الزيد حسين عباس حيدر الرزاق وكاظم جبار هذا شغله هنا كان مدرب مال شرطه الاستاذ احمد جاسم واخذوا اول اول اي فاحنا كانت لنا فائده انه الفائده كيف تصير؟ انه انت تدخل دوره كإعادة معلومات قبل يعني البطولة. يعني بطولة أندية ما, ما يصير لكم نصيب لأن نادي الشرطة دائما. إي دا نادي الشرطة هو إحنا بعد ما نقول لا تاخذون حكم. لأنه بعد الحكم ما تكون دولة لا ما شاء الله نتمنى إن شاء الله نتمنى. كل التوفيق. كل التوفيق لهم إن شاء الله. نعطي السلام على الحكم. المدرب الآن طيب الذكر الكابتن أحمد جاسم ألو نقول لك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي اليوم معنا طبعا الحكم الدولي الكابتن علي صقبان. والان نعم. نتحدث عن ذكرياتك وعن بطولات نادي الشرطه في الاردن. نعم نعم كابتن. مبارك لكم اول مره الفوز اللي حققته قبل كم يوم. نعم. والان نتحدث عن بطوله عام 2013. الاول نشكرك نشكر الرياضيه العراقيه وسلامي للاستاذ علي الغني عن تعريف حكم دولي. نعم. بدايه 2013 صارت بطوله غرب في, نعم. في عمان. نعم. واحرزنا بيها ذهبيه وفضيتين وبرونزياتين نعم فصارت من مركز ثاني نعم ف وراها اشتركنا مع و... 2017 مراكش نعم وبطوله الشرطه العربيه 2018 نعم وصارت ببغداد لاول مره بعد 25 سنه بطوله الشرطه العربيه اللي صارت 2019 نعم والان قبل كم يوم احرز نادي الشرطه المركز الاول باربع ذهبيات وثلاثه برونزيه مبروك انديه غرب اسيا مبروك عليكم مبروك عليكم كابتن مبروك, يعني. عليك. مبروك على العراق وعلى الكل حبيبي كابتن مبروك والله حبيبي حبيبي يعني كابتن فعلا نادي الشرطه دائما يعني مفخره كبيره انه يعني مشاركاتها بجوده في كل البطولات هو الى الكاس المعلى كافي تعرف انت معشرنا حتى بجودك انت وجود احنا قبل ما اجي يعني نذكر استاذ فيصل الله يرحمه فيصل داوود داوو، استاذ زياد علي زيدان نعم استاذ طارق حسن استاذ نعم. فيصل حاتم الله يطول نعم. عمرهم يعني نعم. احنا جينا لقيناهم هم مدربينا اكيد يعني اذا ذكرت استاذ فيصل داوود طبعا هذا الرجل من, من الرواد المحترمين اكيد امين عام اتحاد عربي وعلى حزام بالوطن العربي يعني فشي نفخر بي الله يرحمه فعلا وايضا يعني نادي الشرطه يعني زخم لاعبين للمنتخبات الوطنيه مو سهلين وكل... اكيد اكيد هسه بالمناسبه ما اذكر انه سجاد غانم راح الى اولمبياد باريس هو من نادي الشرطه. هو سبقتني اذا تحت يعني الان نشد على يد البطل سجاد سجاد غانم اللي هو ايضا من نادي الشرطه واحد لاعبيك طبعا وثالث لاعب يشارك في الاولمبياد من الشرطه احنا شاركنا 2000 و في 2016 ذهبت انا وحسين عليهم من نادي الشرطه لاولمبياد ريو. بريو والان في في اولمبياد باريس. باريس وايضا المدرب انيس نوفي هذا من تونس يعني هل يعترق؟ هل يا ترى راح يكون ان شاء الله يكون موفق ويلاعبنا مدرب محترف ومحترم وان شاء الله يحقق لنا شيء احنا نتمنى تكون انت موجود وياه انت اقرب الى ماكو ما فرق ماكو ما فرق المهم احنا لاعبنا يبيض لنا المهمة المهم تكون في العراق اكيد 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 حبيبي 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 استاذ احمد شكرا جزيلا على المداخل اشكرك اشكرك اشكر رياضي العراقيه حبيبي اهلا استاذ احمد حبيبي طبعا فعلا المدربين المميزين استاذ احمد جاسم اكيد قدم نجوم كبار للمنتخبات الوطنيه بالفعل بالفعل نروح ايضا مره ثانيه حتى ما عندنا بالاردن البطوله العربيه الثانية عشر للرجال والثاني والثاني عشر الثامن عشر للرجال والثاني عشر للشباب هاي 2013 قلنا عليها حكينا عليها استاذ احمد انت بالنسبه لك شنو ذكرياتك وياها؟ انا ذكرياتي والله استاذ قلت لك يعني احنا مستويات اللاعبين العراقيين ونادي الشرطه من صعدة نعم على المراكز النهائيه على الذهب نعم يعني قلت مشا يعني تحكيمنا في النزالات النهائيه واحنا ست حكام او سبع حكام عراقيين جايين نعم فهي النزالات النهائيه ثمان اوزان زين احنا سته من العراق جايين والشرطه صاعدين كلهم فانتم فا يعني زين للي حصل تحكيم على المركز الثالث يعني آه. هو والحمد لله يعني والشكر انتم مرتاحين اي احنا ارتاحين بالنتيجه احنا تهمنا النتيجه أكيد البلد اكيد فنادي الشرطه من فاز هذا كله فوز العراق فوز العراق كله أكيد. فاحنا مو مشكله يعني كاسة حكام الحمد لله والشكر الحمد لله ايضا الان 2015 في تونس الدوره عندنا ايضا الحصول على الشاره الدوليه سادق. والتحول من الى قاري والتحكيم في بطوله تونس الدوليه وانت عندها العفو صار قبلها بال 2014 2014 شاركت انا الاتحاد الدولي دائما يسوي سيمينار تعديل القانون واحنا حتى الوقت كيفين تفضل مو مشكله اي لحظه فشاركنا بالسيمينار تعديل القانون انا واستاذ معن عبد الصاحب تحياتنا له امين عام اتحاد غرب اسيا شاركنا انا وياه بتعديل القانون فاجيت للبلد اني اشرح التعديلات القانون اللي صارت على ضوء الاتحاد الدولي فرحت دبي انا استاذ معن هو يمثل مدربين انا مثل حكام فجبنا القانون وشرحناه والحمد لله والشكر آه 2014. الله 15 بطولة تونس دولية من البطولات المهمة جدا طبعا. اكيد. أب وبعد حصول على دولية والتحول من من قاري إلى إلى دولي. بالضبط. التحكيم هنا أنت محكم أربع مرات قاضي ونهائي مرة واحد، إيش معنى نهائي مرة واحدة كابتن؟ استاذ بال 2015 على المستوى العالي آه. آه بال 2000 صار الفين... معروف على الوطن العربي بال 2015 انا رحت البطولة تونس بطوله تونس الدوليه على ضوء بطوله تونس الدوليه تصير اختبارات لنيل الحكم الاشاره القاريه الدوليه نعم. العفو الاشاره الدوليه الدوليه فالدوليه شلون تصير على ضوء النزالات هاي البطوله فالعدد الحكام المشاركين لنيل الاشاره الدوليه كان عدد كبير زين فالمتميزين اعطوهم النهائي فاني كنت الحمد لله احد المتميزين اللي قدت نزال نهائي وعرضوا هالبطولة هاي البطوله اصبحت دولي حكم دولي, دولي. والحمد لله والشكر الحمد لله شكرا انت من حكم عربي درجه اولى الى الى قاري الان دولي الان دولي 2015 على ظل بطوله ومن كان محاضر هنا رئيس الاتحاد الاسباني من اسبانيا ومن باركوس ودانيال من تشيك بالضبط اي رئيس لجنه حكام الاتحاد الدولي كمان. يعني لجنه الحكام الدوليه هم هذول يحاضرون ويختبرون اذا هنا اصبحت دولي الحمد لله بال 2015 بعد تحكيم هاي البطوله اصبحت دولي انت الوحيد اللي كنت مشارك انا الوحيد الوحيد من العراق تمام 2017 لان العفو استاذ القاري نعم هسه اذا نجي نقول ليش اثنين قاره انا حسين والدولي بس واحد نعم. الدولي كل دوله يعني هي نظام الاتحاد الدولي الدولي واحد على شنو لان على مود العدد ما يصير كل شيء كثير هو ترشيح طبعا من الاتحاد انا على امكانيه الاتحاد اللي هو يقرر ايضا 17 عندنا مره ثانيه دولة تعديل قانون كم مره تغير قانون بالنسبه للدوله يعني كل فتره كل اربع سنوات بعد الاولمبيات يتغير استاذ دائما بعد الاولمبيات يتعدل هذا الاتحاد خلال هاي الخمس سنوات كل سنه يسوي دوره بدايه الشهر الواحد تعديل القانون. كل بدايه سنه يعني؟ كل بدايه سنه هاي الخمس سنوات اللي مضت يعني حتى الحكام اللاعبين تعبنا يعني من التغيير كل سنه تغير القانون كل سنه تغير القانون. فهاي السنه هو تغيير قانون من اجل انه اكو متعه باللعبه تصير اكثر هو شنو هنا دي غير القانون استاذ لعبه الجودو يحاولون يختصرون الوقت كل ما يختصر الوقت ليش لان يعني المباراة لا اللعبة مملة مملة واللاعب ما ياخذ راحة مثل ما يقول في كل ما تعديل القانون يصير اختصار بالوقت المنافسة يعني ممكن مثلا المباراة اذا اربع دقائق اهم تغيير هنا حصل شنو بالنسبة لك يعني؟ اهم تغيير الفترة يعني التغيير القانون اي ب 17 استاذ النقاط كان عندنا مثلا ربع نقطة ونص ربع نقطة ونص نقطة ونقطة ان الله الربع وان الله النص ربع بقى النص ونقطة. ادري اي قبل كانت نص يعني ذا نعم. يوقع فكنا كلش نعاني. نعم. اه فالحمد لله هسه صار القانون نعم. نص نقطة ونقطة كاملة هواي فرق من الجودة نعم هاي كلها اجرت الان نروح دور ال... الاندية العربية في المغرب. نعم. نادي الشرطة مرة ثانية هنا نادي الشرطة. نعم. نادي الجيش. نادي الجيش العفو. نعم. نانا ايضا كان لك اه يعني احنا بعد ما نقدر نقول غير انه تحكم دولي اي اكيد اي هنا كان موجود مبارك ليبي طبعا هذا شو اسمه خلينا نتحدث عن هذه البطوله كابتن ايضا مشاركاتك اهم, أهم النتائج حققتها كيف كان ننظر الان الحكم العراقي يعمل الشهاده الدوليه السادة تحياتنا للسادة المدرب نادي الجيش الاستاذ علي عبد الخالق ومدرب المنتخب الوطني نا. سابقا نا. شارك نادي الجيش فريق كامل نعم. والمدرب فهم كان لهم طموح الفوز من حق كل نادي ومدرب الى انا كحكم اول شيء اريد ابيض وجه بلدي وثاني شيء انا جاي وين النادي لازم ابيض وجه النادي لا. فابيض وجه النادي بالتحكيم مالتي اكيد واني حكم دولي واكو حكام و... دوليين بس مستراتهم. سمعت بلد سمعت بلد فأنا فاني من دا امثل بلدي واني حكم دولي فالحمد لله شوف كنت متميز وبشهاده المدرب وبشهاده اللاعبين اني اخذت افضل حكم بالبطوله بطوله الانديه. لك افضل حكم من ليش تمثل لك كابتن؟ الحقيقه انتقاله مثلت لي لان أنا جيت بعد جهد جهيد ومن تاخذ افضل حكم وعلى مستوى حكام عرب وعلى مستوى انديه عربيه نعم. و... وبشهاده رئيس لجنه الحكام العرب ورئيس لجنه الحكام الدوليه يعني مو شويه <applause> الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر هذا فخر لي ولبلدي مبارك لك يا باب. الله يخليك ايضا هنا التحكيم عندك هنا كانت شبه نائي عندك نائي شبه نائي كان الليبي والتونسي الليبي والتونسي وهي من اصعب النزالات اللي يعني اي بالضبط استاذ من اصعب النزالات اللي جرت في البطوله استاذ المستوى مستوى البلدان الدوله الافارقه خلينا نقول مستوياتهم عاليه يعني المغرب العربي المغرب العربي مستوياتهم عاليه لان احتكاكهم قريب على فرنسا نزالاتهم وهي هالبطولة أهم حساسة بطولة أندية عندهم معترفين عندهم معترفين بس من بطولة أندية عربية مشارك بها مثل المغرب يشارك بها تونس شارك بها الجزائر شارك بها مصر تكون الفاينل مالتها عالي نعم فالحمد نعم. لله وشكرا ومع هذا نادي الجيش حققوا نتائج إيه لا نادي الجيش يعني أيضا متقيد المدرب الكابتن علي, عبد الخالق علي عبد, عبد الخالق يعني وايضا كانت النهائي عندك من الصعب ايضا هنا يتكرر عندك المره السادسه اي الجزائر والمغرب نهائي استاذ اني هنا أنا يمكن بس. اول شيء اكون محظوظ ليش؟ لان اثبت عدالتي بالنزال اذا كان الخصم صاحب البلد فهذا فخر لي من اثبت عدالتي حتى اذا كان صاحب الـ الـ يعني اللاعب من البلد نفسه ما ياثر عليه جمهور ما ياثر عليه قانون قانون وسمعتي الحمد لله والشكر تسميه الحكام هنا مثل لجنه الاتحاد العربي ولا النهائي من, من لجنه الحكام العربي والجوري النهائي جولي. وشبه النهائي نعم. بس اللي قبلها لا اي ايضا بالمغرب تحكم نزال الجزائر والمغرب هم نهائي كان صعب كلش صعب الشيء. صعب كلش هي يعني نزال صعب صراحه الليبي وتونس صعب اي بالضبط والمغرب والجزائر صعب, صعب. ايه المستويات مستويات عاليه المستويات عاليه استاذ وخاصه المغاربه وقت تكون المستويات مثلا اذا كانت ايه لاعبين متباينين بالمستوى مستوى عالي ولا مستوى يعني متواضع خلينا ايه نقول يكون هذا النزال متعب 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 لان ال... يعني يتعبك شو اللاعب مو هذا يعني المستوى قليل يتعبك اول شيء يتعبك بالقانون وحتى يتعب الخصم لان هو مستواه دون في تعب تحكيميا ويتعب الخصم المقابل أكيد. بس هي هذا يجيك النزال شو تقول نقول عليه دفر يعني دفر ايضا من الاشياء الجميله الان مثلنا نادي الميثاق في بطوله الانديه العربيه في الاردن وغرب اسيا. نادي الميثاق هل كان ايضا يمتلك هاي آه المشاركه؟ آه نادي الميثاق نادي يعني هذا نادي اهلي يعني ليس حكومي ولا اي بالضبط يعني مو مؤسساتي خلينا نقول مو مؤسسات الشرطه هناك إيه. اما نادي اهلي ويشارك معناته امكانيه عاليه بهذا النادي آه رغم انه اهلي يعني مو اهلي يعني آه تحياتي للسادة سلام كامل العيبي نعم من المدربين حقيقه اللي خرجونا ابطال يعني على مستوى وهذا نعم. وهذه بال2019 عب عمان شارك نادي الميثاق واخذ مركز الثاني بقياده كابتن سلام نعم. الحقيقه لاعبي كانوا متميزين واعمارهم شباب عدم نتائج حلوه عدم نتائج حلوه ايه ايه نتائجهم وهذا أهم هم بعد هم خلانا نحكم ما خلاكم يعني <applause> بس تحياتنا للمدربين هم حيّ احيي ذول الشباب اللي هم صراحه محمد علي قاسم مقتدى وليد كرار كرار خالص وران صباح حيدر علي راضي مكي محمود سجاد محمد وحسين قاسم والشهيد المرحوم علي اكبر ومهدي رياض ومحمد صبيح طبعا هنا انت حضرتك حكمت الاردن وعندك تحكيم الاردن والسوري كان هذا من اهم نزالات حكمته اي طبعا اه ايضا من اهم البطولات اللي اعتبرها في مسيرتك هي قرغستان نعم قرغستان يعني بها بمفارقاته هو بمفارقاته هو يعني صراحة عندك انت يعني ف... استاذ بطوله قرغستان انا رشحني الاتحاد الاسيوي نعم من العراق حكم هاي اولا هاي اولا رشحنا الاتحاد الاسيوي نعم منتخبنا حقيقه ما كان مشارك يعني بس تحكيم بس أنا مشارك لان ما ابطال العالم ابطال العالم ويعني صاد اليابان وكوريا وكوريا الثانيه يعني والصين ومنغوليا وقيرغستان وكازاخستان على مستوى عالي جدا يعني النزال انا اللي قدته بين بطل العالم من نعم. كازاخستان وبين اللاعب من قيرغستان صاحب البلد نفسه نعم زين و واني مرشح من الاتحاد الاسيوي نعم وهاي المره يمكن السابعه او الثامنه احكم نهائي بين صاحب الارض والجمهور اللي هو من قيرغستان مع بطل العالم يعني كازاخستان هنا أنا في قرغستان كابتن علي الجمهور الرياضي هناك كلش يعني حاب اللعبه ويفهم بقانون اللعبه بدقه عاليه يعني بدقه عاليه يعني مو مو جمهور غشيم او لا احنا الجمهور اللي يحضر بطولات الجودو اكثر ثقافه ثقافه عاليه ثقافه اللعبة. عاليه وكلهم ممارسين جودو نعم. يعني يجوز عكس باقي الالعاب الشعبيه يجي اي واحد يباع ويروح بس ابو الجودو مم. يجي صاحب الاختصاص نعم فهذا كان نزال بين هاي الصوره ايضا شوفها كابتن هذه في قرغستان هنا كان اليوم العالمي للجودو اليوم العالمي اليوم للجودو فاحنا نرفع الرايه البيضاء حلو اي نرفع البيضاء فكان نزال حساس وفاز ابو قيرقستان على بطل العالم هم تعادل هنا عندكم؟ ات... تعادل لمده اربع دقائق نعم. فصار جولدن سكور، احنا بالجولدن سكور يكون الوقت مفتوح يعني ما بي زمن ما بي زمن الجولدن سكور عندنا مفتوح حصل النقطة الأولى هو يعني حصل النقطة هو الفائز يحسب الموقف إي فحصل النقطة أبو قلقستان وفاز الحمد لله بيضنا وجهه مثل ما يقول بورا هاي اي 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 اي. ايه. طبعا اخر نزال حضرتك انت اني قررت الاعتزال او ابتعد عن التحكيم او العمر انا ما اعرف بالنسبه لك العمر بالنسبه للتحكيم عمر التحكيم انا يعني من 88 حكم وبالجودة من التسعة وسبعين وأني لازلت يعني التحكيم يعني هذا آخر آخر مشاركة بالنسبة لك كانت موجودة آخر مشاركة بيه. إليه اتجهت أنت حضرتك إلى إلى المناصب الإدارية وشغلت مناصب حلوة ما شاء الله بالاتحاد الحمد لله <applause> أني تقريبا أشغل منصب أمين عام لجنة الحكام يعني من التسعينات نعم ولا زلت أني أمين عام لجنة الحكام في الاتحاد العراقي نعم من 2018 اللي بدايه او نهايه سنه 23 نعم اني عضو لجنه حكام غرب اسيا وبعدي ترشحت سات كاظم جبار عضو لجنه حكام غرب اسيا نا. تحياتنا الى حكم الدولي كاظم نا. جبار نا. حاليا هو في نفس الوقت أنا رئيس لجنه اختبارات نا. نا. حكام وترقيه اختبارات نا. وترقيه الحكام نعم والله حلو ومحاضر في قانون الجودة نا. محليا ما شاء الله مسيره عامره وواسعة بارك لك هاي المسيره اشكرك استاذ اشكرك استاذ احنا تقريبا الوقت انتهى وياك سريع ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله اشكرك استاذ كلمه اخيره ماذا يقول الكابتن علي صقمان؟ والله كلمه كبيرة. اخيره نشكركم ونتمنى انه لاعبنا الدولي سجاد غانم انه احد الأوشمال الاولمبية سواء احنا مفتقدين وسام اولمبي من زمان نعم وتحياتنا الى قائمين على الجود السيد سمير صاد معان نعم ونتامل تحكيمنا ان شاء الله الافضل ونتمنى الخير للكل وللرياضه العراقيه يعني انتم ما قصرتوا يعني بالنسبه لكم لا احنا ما قصرنا ونتمنى لك استاذ انه تحضر لنا فد يوم بطوله تجينا تشرفنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله استاذ احنا سعداء بحضورك ونتمنى أشكرك لك اشكرك سادة. سادة ان شاء الله اشكرك استاذ احنا كنا بدنا نتحدث عن اوسم جميله قدامك ما شاء الله هذا تاريخ كليته ما ما اكيد اكيد أشكرك أشكرك اكيد شكرا لحضورك مره ثانيه كابتن علي شكرا تحياتنا لكل القناه احبتي المشاهدين انتهى هذا اللقاء مع الكابتن علي صقبان نلتقيكم الاسبوع القادم وحلقه جديده ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته